الطرقات لنكتشف الأخطر. جوري بتوزع البطاقات. أسرع يا جوري. صف التالت. تعالي بقى يا جوري نشوف الخطأ اللي عند كل واحدة. ابدأي اقفي كده يا إسراء، اقرأي السؤال. لا يا دي ورقة يا إسراء. اقرأي بقى يلا يا مر. مثل بور بورسعيد. وريني ورقه كده يا، بيقول لي يمر النيل بمدن مصريه كثيره مثل بورسعيد. ده خطا. ايه الخطا اللي هنا بقى؟ طب قولي لي كده بعض المدن اللي بيمر بيها نهر النيل. برافو عليكي. سوهاج. ها طنطا والقاهرة وأسوان وقنا. نسمع تحية كبيرة لإسراء. تمام شكرا يا إسراء. مين تاني معاه في الصف ده؟ حبيبة عمرو اتفضلي اقفي اقراي السؤال. بيقول هنا سعادة حزن قلق، هذه الكلمات تدل على حاسة الشم. وريني الورقة. سعادة حزن قلق، هذه الكلمات تدل على حاسة الشم. ايه الخطأ اللي هنا يا حبيبة؟ ان هو قايل لي انها تدل على حاسة الشم وهي اصلا تدل على حاسة المشاعر. على المشاعر. برافو عليكي، نسقف لها سقفة كبيرة. برافو يا حبيبة. مين تاني معاه الطاقة؟ جودي. يلا يا جودي. عشرة كريهة، هذه الكلمات تدل على، وريني كده. عطرة كريهة، هذه الكلمات تدل على المشاعر. ايه الخطأ اللي هنا؟ المفروض تبقى مش المشاعر، المفروض تبقى شم، حاسة الشم. برافو عليك، نسقف لها سقفة كبيرة. برافو يا جودي، اتفضلي عادي. شكرا يا جودي.